ورجعنا مرة تانية مع تكملة حل تدريبات وأنشطة في عالم الحيوان. أسف إن الفيديو ديك الأولاني قطع، هنكمل مع بعض إن شاء الله. معايا أكمل شبكة المفردات دي، تعتبر واجب ليكم وياريت أشوفها محلولة. شبكة المفردات طبعا كلنا عارفينها، الغذاء، وحلينا مع بعض أكتر من مرة شبكة المفردات دي، وكانت الإجابة ممتازة، فياريت تكملها أنتم من عندكم ونشوف الإجابات هتبقى إزاي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك صنف الجمل ديت في الجدول التالي. انا عندي جدول اهوت، وعندي حوالي 5 6 جمل، عايز اصنفهم. اصنفهم عن طريق ايه؟ جدول فيها الاسميه وفيها الفعليه، بمعنى انا عايز اعرف الجمله الاسميه فين واحطها هنا، والجمله الفعليه فين واحطها هنا. طب ازاي؟ انا هقرا الجمله الاول وهحدد اول كلمه منها هل هي اسم ولا فعل. لو كانت اسم بحطها تحت الاسميه، لو كانت فعل بحطها تحت الفعليه. طب ازاي مثلا انا افرق ما بين الاسم والفعل؟ اقول لك تفرق ما بين الالف واللام وقد. يعني ايه؟ الالف واللام ادخلها على الكلمه، لو مشت معها الالف واللام يبقى ديت اسم، طيب لو مشت معها قد يبقى دي فعل، بمعنى ان المختصة بالاسم يعني اعرفها بالاسم، وقد مختصة بالفعل. طب نجرب كده. اول حاجة يسعد البشر، يسعد البشر دي هنحط لها الف واللام، قال يسعد مش جاية. طب نجرب قد، قد يسعد البشر، صح، يبقى دي عندي فعل. خلاص يبقى اول واحدة عندي فعلية. نجرب بقى القاعدة ديت على كل الجمل اللي عندي ونشوفها وتحددوها. يسعد البشر انا عندي فعل يبقى دي فعلي. القمر منير يبقى دي ايه؟ اسميه عشان فيها الف ولام، صح. عالم الحيوان طب ديت لا فيها لا كده ولا كده، اجرب عليها الاثنين دول واللي تقبل معايا تقبل. انا لو حطيت الالف ولام هتقبلها، يبقى عندي دي صح، يبقى دي اسميه. طيب العسل غذاء فيها الف ولام، يبقى دي اسم، يبقى دي اسميه. ياكل الاسد اللحم، ياكل وقد ياكل، صح، تمشي. قد ياكل يبقى دي فعل، خلاص فعل. طب يعيش، أيعيش، قال يعيش ولا قد يعيش؟ لا، قد يعيش هي اللي ماشية، خلاص يبقى هي دي فعل. خلاص هتمشي كده بالمنوال دوت على أي أسئلة تواجهك علشان تعرف دي اسم ولا فعل حتى في الإعراب. خلاص السؤال اللي بعد كده برضو واجب عليكم، عايزك تقول لي الكلمات المتشابهة في النهايات يعني آخر الجملة. عايزك تقول لي الكلمات المتشابهة، عد 3 كلمات في كل كلمة وقول لي دي مشابهة لدي ودي مشابهة لدي، نفس النطق يعني في النهاية. يعني دي اخرها ياء وعليها همزه، ماشي، ياء وعليها همزه، التاء ماشي، تاء مثلا عزيز ماشي، يعني مثلا ثابت تائب كده، المهم انك تجيب جمله معاها. بعد كده السؤال ده برضو يعتبر نشاط ليكم، عايزك انت قرات درس كامل عن الحيوانات، قول لي بقى انت عرفت ايه وعايز تعرف ايه. هنا اعرف وهنا اريد ان اعرف، انت عرفت ايه تكتبهم هنا 3 4 جمل، وأريد أن أعرف أنت عايز تعرف إيه؟ عايز تعرف كذا 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 كذا. خلاص ده من خلال فهمك للدرس. بعد كده في أسئلة تبع الامتحانات المدارس والإدارات نحلهم مع بعض، عشان كان في ناس كتيرة بتسألني عن الأسئلة اللي في الكتب الخارجية وفي أسئلة واقفة قدامهم. هنحل مع بعضنا الأسئلة ديت ونشوف لو كانت واقفة قدامهم. دي شاملة يعني من 2019 كلها، يعني من السنة اللي فاتت. ماشي. اقرأ الفقرة ثم أجب. إنه حيوان يشبه الدب، ركز عشان تعرفني مين الحيوان ده. إنه حيوان يشبه الدب، ذو فراء كثيف، يعيش في الغابات، وله قدرة محدودة على الإبصار يعني على البصر إنه يشوف كويس يعني. وغذاؤه المفضل هو إيه؟ العسل. نقرأ كويس علشان نعرف نجاوب. طيب تخيل الإجابة صح بين قوسين، معنى قدرة أو مرادف قدرة، قدرة يعني إيه؟ هل هي خدعة أو طاقة ولا عجز؟ انا بقول مرادف يعني معنى، طبعا برافو عليك، طاقه، القدره اللي هي الطاقه. طيب مضاد محدوده يعني ايه؟ محدوده حاجه كويسه كده يعني قليله، اللي هي قليله، برافو. طيب بيقول لي ما الحيوان الذي تتحدث عنه الفقره؟ ما الحيوان، تراجع برضو معايا ادوات الاستفهام اللي شرحناها او هنشرحها ان شاء الله، ما ومن، ما الحيوان الذي تتحدث عنه الفقره؟ ها نركز، طبعا حيوان الغريرة، الايه؟ الغريرة، حيوان الغريرة. من اين يحصل هذا الحيوان على الغذاء؟ بيتغذى على ايه؟ يتغذى على ايه؟ ها، عسل النحل، من خلايا عسل النحل. وطبعا اللي بيرشدوا ليها عن طريق الشقشقة بتاعته او الصوت بتاعه اللي هو الصداع. السؤال بعد كده بيقول لي، طبعا محافظة المنيا، هل تعرف لماذا يتحمل الجمل الجوع في أثناء سيره في الصحراء؟
للجمل سنام، هنا بيسأل سؤال والإجابة هي للجمل سنام يتكون من المواد الدهنية، يبقى بتكون منه ايه؟ من مواد دهنية. وهو للجمل مثل خزان يختزن فيه طعامه ليتغذى منه إذا احتاج إلى الغذاء. يبقى الجمل سفينة الصحراء بيتحمل الجوع عشان عنده سنام بيتكون فيها مواد دهنية بيتغذى عليها لو احتاج غذاء، خلاص يعني لو حب ياكل أو يتغذى من خلال السنام بتاعه. طيب عندي معنى سيره، السير اللي هو برافو المشي، يعني مشي هو جمع الجمل، هل هي الأجمال ولا الجمائل ولا الجمال؟ طبعا معروف ان هي ليه الجمال. طب سؤال بيقول لي إمام لماذا، يعني شوف السبب اللي بيخلي يتحمل الجمل الجوع في أثناء سيرة الصحراء، ليه الجمل بيتحمل الجوع؟ هنقول لأن للجمل سنام، هي الإجابة هي يتكون من المواد الدهنية ماشي، يتغذى عليه إذا احتاج للغذاء. طيب بما يمتاز الجمل، يمتاز الجمل بالذكاء والصبر، يمتاز الجمل بالذكاء والصبر، وبما يسمى أو بما يلقب، يلقب بسفينة الصحراء. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي القراءة المتحررة، يعني قراءة متحررة يعني قراءة من عندك انت، عايزك تجيب تقراها كويس وتفهمها وتحط لي عنوان ليها، ده تبع محافظة بني سويف محافظة لحد. بيقول لك ايه؟ الكون حافل بالعجائب وفيه أدلة واضحة على وجود الله سبحانه وتعالى، ومن يتأمل هذا الكون جيدا يؤمن إيمانا حقيقيا بقدرة الله تعالى. اقراها تاني وافهموها وشوفوا اقرب عنوان لها ايه. طبعا عجائب قدرة الله او خلق الله العظيم او عظمة خلق الله كلها عناوين تنفع لها. طيب هات لي مفرد ادلة، ها الشاطر يعرفها، مفرد ادلة فكروا كده، ادلة مفردها ايه؟ صح دليل، مفرد ادلة دليل. طيب مضاد واضحة، ها مضاد واضحة ايه؟ مبهمة، مبهمة خلاص. طيب ده على صح او غلط؟ بيقولك الكون عجائبه قليلة، هل الكون العجائب اللي فيه قليلة ولا كتيرة؟ طبعا كتيرة ولا تعد ولا تحصى، يبقى دي غلط. طيب التأمل في الكون يزيد ايمانا، التأمل في الكون يزيد ايمان، طبعا كل ما الشخص الانساني يتأمل في الكون ايمانه بيزيد. سؤال آخر سؤال بيقول لي بما يؤمن من يتأمل في هذا الكون جيدا، اللي بيتأمل في الكون ويتفكر في الكون جيدا بيؤمن بإيه؟ طبعا أكيد بيؤمن بقدرة الله تعالى في كل شيء، في الخلق وفي التكوين وفي التدبير وفي كل حاجة. دي كانت أهم الأسئلة والمراجعة على درس في عالم الحيوان اللي هو اللغة العربية قراءة، وإن شاء الله هتكونوا استفدتوا، وأي حاجة تقف قدامكم بلغوني بس بيها يعني. أستودعكم الله، السلام عليكم.